حياة كل اللوبيين وجمعيات اللوبية والنادي اللوبي. أولا لخالد وزير الداخلية، ثانيا لخالد محافظ أسوان القيادات التنفيذية بالمحافظة، ثالثا مدير أمن أسوان ونائبه وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة مع حالته إلى التعقيب، رابعا تكليف وزير العدل بسرعة تدبير قاضي تحقيق من القاهرة للتحقيق الفوري والعاجل فيما حدث من قتل وإصابة اللوبيين، خامسا العدل الفوري العمل الفوري على سحب جميع الأسلحة بكافة أنواعها من الجميع، سادسا عمل كردون أمني على المنطقة مع تكليف التواجد الأمني بصفة مستمرة حتى انتهاء التحقيقات، سابعا اللوبيين قالوا كلمتهم قالوا قاطع الانتخابات حتى تنتهي هذه المطالبات. حلوة.